هنتعلم دلوقتي ان شاء الله عملية ضبط سحب الارباح. طيب انت دلوقتي حسابك ما شاء الله اشتغل وجاب فلوس، محتاج تسحب الفلوس دي، فانت بتحدد لجوجل المعايير اللي بناء عليها هيبعت لك بيها الفلوس بتاعتك، والطريقة كمان اللي المفروض هيبعت لك بيها الفلوس. طيب نظبط الكلام ده منين؟ هنيجي هنا على علامة الترس ده الاعدادات، علامة الايكون بتاع الاعدادات، وهنضغط على بيمنتس. ده الجزء الخاص بعملية دفع الفلوس لك. هنيجي هنا وهنضغط على بيمنت سيتنجز، اعدادات الدفع. هنلاقي اول حاجة هنا بيقول لك البيمنت سكيدول، هيبعت لك امتى؟ طبعا مانثلي، وانت بتحدد امتى هيبعت. هضغط هنا على كونفيجور وهنشوف الكلام ده. طبعا البيمنت سكيدول مانثلي، جوجل كده كده بيبعت كل شهر، وده اوبشن ما فيهوش تغيير، يعني انت مش من حقك انك انت تغير الاوبشن ده، ده حاجة اجبارية. طيب امتى بقى جوجل يبعت لك الفلوس؟ لازم الفلوس بتاعتك تصل لرقم معين، اهم حاجة لا يقل عن 100 دولار، يعني جوجل ما ينفعش يبعت لك اقل من 100 دولار، الحد الادنى 100، قبل المية يستنى للشهر اللي بعديه لحد ما يكمل 100. بس انت ممكن تقول لجوجل لا، مش كل 100 دولار ابعت لي، انا عايز لا يقل عن 1000 دولار مثلا، 1000، 2000، 3، 10، زي ما انت عايز، 500 دولار انت واحتياجاتك. يعني انت مثلا محتاج ان جوجل بتحوشهم عند جوجل، كأن جوجل كل ما حسابك يكمل 1000 دولار يبعتهم لك، فبتحددها من هنا وبتكتب الرقم اللي انت عايز جوجل يبعت لك الفلوس لما تصل ليه. او عندك اوبشن تاني، ممكن تقول لجوجل ابعت لي الفلوس او خلي اعمل هولد للفلوس عندك لحد تاريخ معين. يعني افترض مثلا ان انت مسافر 3 4 شهور مثلا في مكان معين، حساب جوجل طبعا بتاعك كده كده شغال، فانت مش عايز جوجل يبعت لك الفلوس لحد ما انت ترجع من السفر ده، فانت ممكن تحدد له تاريخ بعينه من هنا، اهم حاجة ما يزيدش عن سنة، يعني تاريخ من اليوم اللي انت هتحدد فيه ما يبقاش لبعد سنة، في خلال سنة واحدة بس. فبتحدد له الشهر اللي جوجل هيفضل عامل هولد، موقف الحساب بتاعك، طبعا موقف الدفع بس، انما الحساب نفسه شغال، موقف عملية الدفع لحد التاريخ ده، ما يجي بعد كده جوجل يبعت لك الفلوس بتاعتك. فممكن تحدد رقم معين، وممكن تحدد تاريخ معين يعمل لك هولد لحد ما ايه ما تصل للكلام ده. طبعا ولو انت ضغطت على ريسيت تو ديفولت، ده هيخلي لك الحساب او الفلوس تتبعت لما الحساب يصل ل 100 دولار. اعمل كانسل. طيب ده كده المبلغ اللي جوجل هيبعته لك، انت ظبطته لما المبلغ يصل لكذا ابعت. طيب طريقة الدفع بقى، جوجل كده عنده كام طريقة دفع؟ طبعا احيانا بيبقى الموضوع مختلف من دول للتانية، بس يعني بما ان لمصر يبقى تقريبا اغلب الدول هتكون مدعمة للحاجات اللي جوجل بيدعمها لمصر. طيب ويسترن يونيون، يعني انا مظبط مثلا حسابي فلوسي يبعتها لي بالويسترن يونيون، فبيبعتها لك على الاسم اللي انت مسجل بيه، طبعا اسمك الحقيقي لانك بتروح على ويسترن يونيون بالبطاقة، وعنوانك الحقيقي، بياناتك في جوجل لازم تبقى البيانات الحقيقية عشان فيما بعد ما يحصلش مشاكل. تمام، انا مظبطها مثلا على ويسترن يونيون، انت ممكن تظبطها بطريقة تانية. نضغط هنا على اد نيو فورم اوف بيمنت، ده علشان نشوف ايه الطرق التانية المتاحة، يعني انت مثلا مش عايز موضوع ويسترن يونيون ده، ما بتحبوش، ايه الفورمس الموجودة، ايه الطرق الموجودة عندك؟ الواير ترانسفير تو بانك اكاونت، ودي طريقة، ودي جديدة على فكرة، ما كانتش من زمان موجودة، اللي هو تحويل لحسابك البنكي مباشرة، ودي اسهل وافضل بكتير، وانا ان شاء الله هحول ليها يعني قريبا. المهم انت دلوقتي عايز يحول لك على حسابك في البنك، هتضغط عليها وتكتب بقى بيانات حسابك في البنك. بيانات حسابك في البنك، اول حاجة الاكاونت هولدر نيم، بتكتب هنا اسم صاحب الحساب، اسمك انت، البنك نيم اسم البنك بتاعك طبعا، السويفت كود، ده عبارة عن كود، كل بنك ليه كود اسمه السويفت كود، طبعا انت بتسأل البنك بتاعك ايه السويفت كود وتكتبه هنا. الاكاونت نمبر، ده رقم حسابك في البنك، وري تايب اكاونت نمبر، هتكتب رقم حسابك في البنك مرة تانية وهتضغط على سيف. تمام، انا نفترض مثلا ما عجبتنيش دي الطريقة دي،
نعمل كانسل كده، نرجع تاني. في طريقة ثالثة وهي الشيك. لو انت ضغطت على الشيك هيبعت لك الشيك باسمك زي ما انت مسجله وبالبيانات اللي انت مسجلها في حسابك. لو انت ضغطت سيف طبعا هيخليه تحويل الفلوس عن طريق شيك. يبقى انت عندك 3 طرق للتحويل، تختار الاسهل لك والافضل لك، يا اما بالشيك، يا اما بالتحويل البنكي، يا اما بالويسترن يونيون. طبعا كل واحد بيختار الطريقة الانسب ليه.